دكتور يوسف زيدان، لأي مدى بتشوف إن الحياة مسرح؟ يعني لأبعد مدى. مسرح لدرجة إيه؟ لدرجة التطابق. كل الناس بتمثل؟ لا، الحياة مسرحية، أحياناً تكون هزلية، أحياناً كثيرة يعني، وأحياناً بتكون تراجيدية، أحياناً كوميدية. أصل بصي، أي إنسان هو ما اختارش أن يتولد لهذا الأب وهذه الأم، هو جلب ووضع على خشبة مسرح. دورك بيعجبك في المسرحية؟ لا. ما بتحبوش؟ تحب تعمل تعديلات؟ ما مش بإيدي، المخرج هو اللي بتحكم. المؤلف. المخرج، لأنه الإخراج في المسرح يعلو على أهميته، يعني تعلو على النص. إيه اللي مش عاجبك ولو في إيدك تعمل تعديلات على دورك تعمله تعدله؟ لا، حاجات كتير. زي يعني إيه؟ يعني مثلاً ما كان ممكن أتولد أمير مثلاً في العصور السابقة، وما بقاش يعني مثقل كده بالهموم المعاصرة. لو حياة يوسف زيدان رواية تسميها إيه؟ ما خطرش في بالي السؤال ده قبل كده، لأنه هو مفرط في الفانتازيا. يعني مالها الفانتازيا؟ ملهاش، يعني شكل من أشكال المسرح العبثي. إنما لو هدي عنوان، فين خيال الرأي بتاع حضرتك؟ الصورة لما تكون قريبة جدا مننا احنا ما نشوفهاش كويس. بس أنا عايزة اسم محدد لرواية يوسف زيدان. أحوال. مين الشخصيات الرئيسية والشخصيات الهامشية اللي أثرت في حياة يوسف زيدان وتأثير سلبي قبل إيجابي؟ لا، ما عنديش التوزيع ده للأدوار، إنما كان في شخصيات أثرت سلبا كتير في حياتي. يعني زي مين؟ ناس كتير يعني. شخصيات رئيسية ولا هامشية؟ لو هامشية ممكن لا تنساها. هي لكن شخصيات رئيسية مش هتنساها، بتكون ما بننساش. لا، أنا مش ناسي حاجة. ده هو الفكرة، أني أقول ولا ما أقولش. أنت عارف فؤاد حداد عنده يقول لك أنا ممكن ما أقولش وممكن أقول. لا، حضرتك النهاردة لازم تقول. لا، مفيش لازم. لأن في المسرحية الحياتية إحنا محكومين بجمهور وبمخرج. حضرتك قلت بمخرج. وبمخرج. عايزة شخص أثر سلباً. الدكتور مثلاً، أصل الله يرحمه بقى، عاطف العراقي مثلاً. ده أستاذ الفلسفة. كان متعقبني وما رعاش إن أنا كنت يعني كنت صغير ومتحمس وكده. وبعدين هو عرف نفسه مرة بإنه صاحب توكيل ابن رشد في مصر. وأنا عندي رأي مبكر. في ابن رشد، مش رأي إيجابي. حضرتك غاوي تطلع تضرب لنا الشخصيات. ستي، أنا ما أضربش والله حاجة. أنا بقول اللي أنا شفته. الناس اتعودت على الثقافة الاستهلاكية، إنه يقرأ العناوين ويشوف الملخصات والبتاع. طيب، أنا بقى المسرحية بتاعتي اقتضيت الدور، يعني اللي فيها إن أنا أشتغل في المخطوطات وأقعد قدام النصوص فترة طويلة وأتأملها وأعيد بناء التصورات، فبوصل لنتائج ما يعني ما أعرفش بتصدم الناس ليه. لا، عارف بتصدم الناس ليه، لأنهم ما عندهمش استعداد يعيدوا النظر.